قناة مجان تملي العين. هيبة الرجل وجلالة قدره وشدة شكيمته في الحق وغيرته على محارم الله ومكانته السامية في وسطه الاجتماعي والقبلي وملازمته آباءه الأماجد وبني عمومته وفصيلا مهما من العلماء الأفذاذ والمشايخ والأعيان المنظور إليهم، ومداخلته حقبة هي الأكثر سخونة وحركية في التاريخ العماني الحديث، جعلته واحدا من بين كبار الشخصيات المؤثرة والصانعة للأحداث. كان الزنجبار في ذلك الوقت متنفسا للعمانيين الذين هاجروا إليها ردحا طويلا من الزمن، وأسهموا في بنائها ونهضتها وتمدين السواحل والجزر الإفريقية الشرقية التي تعاقبوا على حكمها عشرات السنين. كما كان لهم قبل ذلك فضل نشر الإسلام في إفريقيا، حيث توغلوا في تلك الأدغال الممتدة ليصلوا إلى حيث لم تطأ قدم رجل عربي من قبل. زاحموا المستعمر وحاولوا تخليص تلك الشعوب المقهورة من سطوته. لم يكن وصول طلائعهم الأولى إلا استجابة لنداءات الأفارقة المستجيرة بهم من بغي المعتدين الذين تعاقبوا على نهب خيرات القارة السمراء عشرات السنين. ثم لم تكن تلك المعارك الضارية التي شهدتها أفريقيا مع القبائل العمانية الجسورة ضد القوى الغربية في ذلك الوقت وعبر محاور مختلفة إلا تخوفا واضحا من قبل العمانيين على الدين الإسلامي من جهة أن يضيق عليه أو أن يحارب، كما وقع في غير مكان قبالة تخوف آخر واضح من خصمهم المتربص أن تقوم لهم قائمة إسلامية تعمل على توحيد القارة الأفريقية من أقصاها إلى أقصاها تحت مظلة موحدة تحاكي التجربة العثمانية التي عانت أوروبا منها طويلة وعملت على إضعافها ومحاصرتها وتفكيكها ووأدها في مواطن مختلفة حتى جثت بعد صراع دام ومرير على ركبتيها. كلف ذلك كله المسلمين دماء وتضحيات جسيمة وألحق بها خسائر فادحة. بعيدا عن كل ذلك الصراع وفي مرحلة لاحقة عاش العمانيون حقبة ذهبية هي الأخيرة لوجودهم العماني حكاما على زنجبار والبر الأفريقي. أيضا احنا تطرقنا للسيد سعيد بن سلطان في 1832 لما نقل نظام حكمه إلى زنجبار من خلال قصره متوني. الفترة هذه كانت فترة مزدهرة علميا، والقضاة العمانيين والمفكرين العمانيين. فاحنا ايضا هو رحمة الله عليه توفى في 1856 فدفن في المقابر السلطانية جنب بيت العجائب، فهذه المقابر السلطانية ايضا مزار لكبار الشخصيات التي تزور زنجبار. واحنا وايضا لابد أن يكون موجود هذا الاهتمام. احنا ايضا عندنا في زنجبار من العلماء الذين عاشوا في زنجبار والذي توفوا في زنجبار. نعطي مثال على ذاك الشيخ ناصر بن جاعد الخروصي، قبره موجود في متوني.
فهو بالحقيقة أيضا مزار تاريخي، وأيضا نحاول نشوف قبل القنصلية ستتابع على العلماء العمانيين والتواجد العماني في زنجبار في مناطق عدة وعلماء كثيرين. ولابد أيضا هنا في نفس الوقت بالحقيقة لا ننسى ونعرج على لؤلؤة المحيط الهندي البيمبا، فهي البيمبا بالحقيقة عاشوا فيها من العلماء العمانيين وكانت موجودة في التاريخ، وانشئت أول صحافة بالبيمبا 1900 إذا كان لا تخونني الذاكرة 1911 أيضا كان العلماء العمانيين المتواجدين في بيمبا بالحقيقة كان لهم تأثير تاريخي وارتباط في بالنسبة للقاهرة وبغداد ودول عدة كثيرة، أنهم ارتبط فيها الوجود العماني في هذه المنطقة. احنا أيضا من العلماء العمانيين الموجودين في عمان هذا الترابط خلق تجانس ثقافي تاريخي ما بين عمان وما بين زنجبار أيضا مع القاهرة ومع بغداد ومع دول عدة أيضا. هذا التواجد التاريخي يعني صار فيه نوع من المزج، يعني خلق تعاون وتواجد عماني، فلا بد إن احنا أيضا نبقى متواجدين أيضا، والأجيال الجديدة تكمل المسيرة، تكمل هذا التاريخ العماني، لا بد أن نحافظ عليه، وهذه رسالة بالنسبة إن نبقى متواجدين في العالم العربي وفي العالم ككل بهذه الرسائل، بهذا التواجد العماني في زنجبار وتحديدا وشرق أفريقيا بصفة عامة. كانت إرهاصات التفكك والتداعي ماثلة للقادة العمانيين، وملامح الأفول الوشيك لم تغب عن أنظار الحصفاء منهم الذين عملوا أو تنبأوا بما تحوكه يد الغدر في الخفاء. كان من بين أولئك الزعماء الذين لطالما حذروا من شراك الفرقة والاختلاف ومغبة النزاع والتمادي في الغفلة والإهمال الشيخ الأديب عبد الله بن سليمان الحارثي رئيس الجمعية العربية بزنجبار. من هو يا ترى؟ أين عاش؟ كيف ومتى؟ وما الذي بقي لنا من تراثه المكتوب أو إنتاجه الأدبي؟ وما مدى انعكاس تلك الأوضاع عليه وعلى شعره جملة وتفصيلا؟ هو الشيخ الوقور عبد الله بن سليمان بن حميد الحارثي، والدته شمسة ابنة الشيخ المحتسب صالح بن علي بن ناصر الحارثي، ووالده فارس الشرفاء الشيخ سليمان بن حميد بن عبد الله الذي عناه أبو مسلم البهلاني شاعر عمان بالقول: وفيكم الأسد الكرار فارس شر، فاء ابن عمهما الكافي سليمان، السيد بن حميد سيف سطوتكم، ومن له في بناء المجد أركان، بحر المكارم غوث الخلق من شملت للكون من بره رحمة وإحسان، الباسل البطل المغوار من شهدت بطول يمناه آباء وولدان. ولا غرو أن يحتفي أبو مسلم وغيره بسيرة ذلكم الشيخ الجليل كل هذا الاحتفاء، فلقد كان كما يصفه الشيبة نجل نور الدين السالمي في كتابه النهضة من علو القدر وبعد الهمة وجلالة المنزلة بحالة انفرد بها عن أقرانه، فهو فرد دهره أدبا وفضلا وكرما ومجدا وفروسية وشجاعة كما يقول، أما جوده وسخاؤه فحدث عنه ولا حرج. ولما توفي رثاه شاعر الشرقية جمعة بن سليم الخنجري بأبيات منها قوله: أودى سليمان بحر الجود من يده بالبذل أخجلت الدأماء والديما، أودى سليمان بدر الفضل من نجمت له الفضائل في آفاق كل سما، قد كان يطعم ذا ضر ومسغبة ويشتفي بنداه ذو جوى وضما، أودى الذي كان فردا في محاسنه يستقبل الناس
طلق الوجه مبتسما، أخلاقه مشرقات مثل غرته، كأن غرته كانت له شيما، بر حليم قدير واضع يده على الإساءة بالغفران والقدما، إلى آخر ما قال من أبيات تتقاطر على فراقه ألما وأسا وحسرة. في كنف ذلك العملاق وبين يدي ألطاف عنايته الأبوية ولد وتربى وترعرع الشيخ الوقور عبد الله بن سليمان، هو وأخوته المشايخ حمد ومحمد وأسماء. كانت ولادته سنة 333 للهجرة الموافق سنة 86 للميلاد، وقيل قبل ذلك بسنتين اثنتين، ببلدة المضيرب التابعة لولاية القابل حاليا من شرقية عمان. عاش فترة صباه فيها وتلقى علومه الأولى على يد علماء عمان الكبار الذين زامنوا عصره كنور الدين عبد الله بن حميد السالمي، الذي قال في حق تلميذه: لو بقي ناصر بن سالم المعمري وعبد الله بن سليمان الحارثي يتعلمان لأصبح مفتيي عمان. نزل زيبار 1950 أول مرة لما سافرنا من عمان إلى زيبار، أول شيء يعني من صور إلى زيبار في البحر 90 يوم، 90 يوم وإحنا في البحر ليلنا ونهارنا والأمواج من الشرق والغرب. حتى أذكر لما يحضر الغداء في السفينة اللي هي الشرعية، شخص من الحاضرين مهمته يمسك الصينية، يا جماعة يمسك الصينية يعني بنكب الأكل من الأمواج بيكون منه ومنه، وتسعين يوم وإحنا في البحر. نزلنا صلالة ونزلنا لبلدان الثنيات والصومال، كلها نزلنا هيك أطراف. علينا وصلنا زيبار سنة 1950، لما نزلنا زيبار وشفنا هيك الإضاءات وهيك التعمير وهيك يعني القصور وبيت العجايب وغيره وغيره وغيره، يعني دهشنا، والطرق كلها معبدة والطرقات كلها إضاءة. كان لما تجول في الطرق عند بيت العجايب وعند الفرضة فرضة البحر يعني مستغربين الشيء اللي شفناه، يعني كنا المناظر هي كانت غريبة علينا احنا، يعني هيك الحصون وقصر السلطان خليفة بن حارب مجاور البحر. وكان معزوم مع الشيخ أحمد بن حمدون، أنا وين كنت معهم في الخمسينات هذا الشيء. بس سويت المحاضرة هنا في الليل، وجاب المحاضرة أبو إسحاق، ولما جاء عبد الله بن حمود اللي هو الصحفي يسلم عليه، كان صحفي يعني كان يحر جريدة النهضة في زيبار، يحب يعني يمزح أبو إسحاق. تعرف قال عبد الله بن حمود لما صافحه، قال: سابقا الناس كانوا يهتموا بالشعراء، ينزلوا ناس ويرفعوا ناس، والآن الوضع اختلف. يقول اختلف الآن، الناس يقدسوا الصحفيين، شعراء وقت راح. يعني كانوا نكتة، يعني كان يوصف في القصيدة هذه يعني خطوط القرنفل، أشياء القرنفل. يقول: خط القرنفل أسطارا بهن حكت سوايا العيس في البيداء بالضعاني، دار فريد حصاها، إن مررت بها ناداك مسك ثرها قفل تنشقني. سافر الشيخ عبد الله بن سليمان إلى زنجبار وبقي بها مدة طويلة تناهز 40 عاما،
قضى معظم حياته تلك في خدمة أبناء وطنه، وكان ملاذا لهم في النوائب والمؤتمن عندهم في الملمات ومحط نظر الجميع. وقد أسهم مساهمة فعالة في تأسيس الجمعية الوطنية العربية، وأصبح رئيسا لها سنة 1340 للهجرة الموافق 1922 للميلاد، ثم تولى مع زملائه مفاوضات الاستقلال في لندن حتى تم لهم ذلك المطلب. وصفه الشيخ علي بن محسن البرواني آخر رئيس وزراء لزنجبار في كتابه الذي صدر بتاريخ 1417 للهجرة الموافق له 1997 للميلاد قائلا: نقطة تحول في الرأي العربي في المنطقة جاء عندما قام رئيسه المحترم الشيخ عبد الله بن سليمان الحارثي بتقبل تام لتصورات وأهداف القومية الزنجبارية. إنه شيء غريب لشخص كبير أن يتقبل هذه التصورات، لكن الشيخ شخص فذ وصادق. لقد أيد علمنا في مسيرته الثورية الحافلة حركة الشعب ضد الاحتلال والاستعمار، ولم يتردد أبدا في مد يد العون لما يحتاجون إليه. وإلى جانب ترأسه الجمعية العربية، فلقد كان كذلك رئيسا للمنظمة الزراعية وأحد المشاركين في تأسيس الحركة الثقافية بزنجبار والبر الإفريقي عموما. جدير بالذكر أن والده الشيخ الجليل سليمان بن حميد المذكور آنفا كان أحد الداعمين للسيد خالد بن برغش سادس سلاطين زنجبار، والابن الأكبر لثاني سلاطينها السيد برغش بن سعيد البوسعيدي، والذي تولى الحكم بعد وفاة ابن عمه السلطان حمد بن ثويني. ليلة العيد قبل أي ناس أصحابه هذا يسلموا على الوالد، ما فهمت؟ مرة حد منهم أيه صبح أول نصير المسجد مال السلطان، نصير نصلي هناك بيا السلطان، يجي السلطان وحده يجي ويجلس هناك، والناس ما يخبروا يجري ويجلس يصلي، من يصلي ما يخبروه يطلع لجي البيت هو ملزق المسجد. بعدين عاد الناس كلهم يصيروا لين القصر يجلسوا جملة هم وأصحابنا هذه السنية، ما في كلهم يحضروا تحت هناك، خلاف يجي أمر طلع فوق، نطلع فوق نصير البرزة أكبر من هذه 4 مرات، ما فهمت؟ مصطفات الكراسي، وهناك فوق مسوي مكان قليل كبير، يجي السلطان ووله عبد الله وأحفاده 3، هناك مسوي مكان فوق هناك يجلسوا. بعدين عاد يجيبوا القهوة الحلوة والقهوة وكل شيء، ما يخبروه هو. بعد ما يخلص عطورات وهذا يشتلوا، هو السلطان ينهض ما حد يخبره، يصير لين السلم يوقف هو وأولاده وأحفاده. الناس عاد كلهم كل واحد يسلم عليه باليد، يخبره باليد وينزلوا ويصيروا عاد صبح نصير البيت عاد نشرب شاهي، من نشرب شاهي نطلع نصير مع الأصحاب. أولا نصير مع الشيخ عبد الله بن سليمان نسلم عليه، جملة ناس يجوا يسلموا عليه، منها عبد الله بن سليمان بيته مقابل وراء بيت الشيخ علي بن عمير المرهوبي هناك، من هناك نصير محمد بن ناصر اللمكي بيته هناك، نصير هناك نتقهوى كذلك. من هناك نصير مع الشيخ مسعود بن علي الريامي، نصير نتكلم نخابره هذا. من هناك نصير مع أصحابنا كمين واحد، الظهر نصير البيت وخلاص نصير مسجد نصلي، من الصلاة نصير نتغدى وهذا، وبعدين العصر بصلنا عندهم الصبح صلنا عندهم كلهم يجوا البيت في البرزة عندنا، يجوا هنا كلهم هناك، يجوا الشيخ مسعود بن علي بن عمير
كلهم شغل الحارثي كلهم، لكن عاد عرفنا الوالد يصير عنده من يوم عنه الصغار كذلك قليل يصير يسلم، وشيخ عبد الصمان يصير عنده ببرز ماله، وشيخ علي بن عمير، والوالد لازم يشيلنا عنه كلنا حسب نعرف نعرف العادة هذه. من كذاك عرفنا الشيخ عبد الصمان عاد إلين كبرنا، وهذا وبيا وخلاف استوى رئيس الجمعية، وخلاف نسوي هذا دعوات وهذا، ودائما إذا نهمنا حد دعوة جاي مثل حد إنسان من غريب جاي وضيفناه ما يستوي غير شيخ عبد الله بيانا. نحن الآن في مسجد شنقاني، ذلك المعلم الذي بقي شاهدا على مرحلة حافلة بالأحداث، يتردد فيه اليوم رجال مثل آباؤهم حيوية الوجود العماني في زنجبار كما يليق بهم هم، شموخا وتوثبا ونجدة وحفاظا. المترددون على المسجد يقفون بعد الصلاة في الباحة الخارجية، يحيي بعضهم بعضا ويتبادلون فيما بينهم القصص الماتعة والحكاية المستطرفة. أما الصغار فيرددون بشغف الأهازيج الشقية، ويرفعون الأدعية الندية والهينمات والأناشيد الدينية التي تبعث في النفس شعورا إيمانيا لا يوصف. لا تزال أوقاف المسجد التي حبسها الشيخ عبد الله بن سليمان وغيره من أبناء وطنه المخلصين يجري ريعها حتى يومنا هذا لصالح عمارة المسجد وحركة التعليم النشطة فيه منذ ذلك الوقت. هنا كان في الزمن الغابر يصلي، وهنا كان يضع جبهته بخشوع ووقار، دعوات مخلصات للعلي القدير أن يصلح أحوال الأمة، وأن يؤلف بين القلوب، وأن يصحح مسار الحياة والتاريخ. يقرأ الشيخ كتاب الله الخالد بيقين وثبات وإخلاص، متطلعا إلى غد باسم بالأمل والرجاء لهذه القارة ولأرضه عمان، ما أن يفرغ من أذكاره وصلواته تلك حتى يلتف به الجميع مسلمين ومذاكرين. يتوكأ على منسأته ويواصل مسيرته بمضى، يشق الدروب والأزقة إلى حيث سكناه. الناس يترددون على مجلسه العامر ليل نهار، أصحاب الحاجات والتجار وأرباب الصنائع، حملة الأمانات ورافعو عرائض الشكاوى والمطالبات، والمناشدون بالعمل على تصحيح الأوضاع التي أخذت تسوء وتتراجع شيئا فشيئا. الكل يجتمع ويتجمهر بمعيته في ذلك المجلس، ولدى الجمعية العربية بحضرة بعض ممثلي الأحزاب من الأصدقاء والموالين وأعضاء اللجان الشعبية والشيوخ والأعيان، إنهم يلتمسون الرأي والمشورة والنصح والإرشاد. من القدامى أيضا الشيخ عبد الله بن سليمان الحرثي رحمه الله تعالى، وهذا الشيخ يعتبر أيضا مرجعا كبيرا في العلم والفتية والقضاء، وكان رئيس جمعية العربية في ذلك الزمن، حيث كان الناس يفزعون إليه ويرفعون إليه شكاوى، ويقضي بينهم ويصلح ذات بينهم، وهو الذي أيضا كان له دور ونشاط حركي حتى في الاجتماع الذي عقد في لندن، يعني حضر حول موضوع استقلال زنجبار، وكان مدافعا كذلك عن الوطن إلى غير ذلك. فهذا إذا يحكي تاريخ العظماء الذين كان لهم دور كبير وتركوا آثارا تذكر ولا تزال تذكر إلى يوم القيامة. وعلى رأسهم أيضا العلامة الأديب الشاعر الرباني، القدوة المهتدى الإمام أبو مسلم البهلاني الرواحي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب نثار الجوهر، وله كتب عديدة في مقامات التقرب والتضرع إلى الله عز وجل. فهذا العالم الكبير الذي توفاه الله تعالى هنا في زنجبار، وقبره لا زال موجودا أثره إلى يومنا هذا في مسجد اشتهر بمسجد الجمعية، ينسب إلى الجمعية العربية التي كان يرأسها العلماء والقضاة في ذلك الزمن،
وكان المسجد له دور إلى يومنا هذا، لا زال المسجد له دور حيث تقام في ذلك المسجد دروس فقهية ودروس لغوية إلى غير ذلك. كان الشيخ واحدا من بين تلك الشخصيات المهمة والمحورية في تاريخ المنطقة التي أسهمت في الدفع بالحراك السياسي والاقتصادي بعد جمود، ودفعت المجتمع المدني للأمام نحو تحقيق أكبر قدر من المكاسب الفعلية التي كانوا في أمس الحاجة إليها من خلال وعبر تبني الدعوات المنضبطة بأطر الدين والأعراف والتقاليد الأصيلة، وتفعيل الأنشطة والبرامج المراعية لحاجات العصر ومطلوباته، إلى جانب وعي أولئك المبكر بمفهوم الدولة الحديثة وأولوياتها، وفهمهم الحصيف لطبيعة الجهد السياسي والحزبي المنظم، والإدراك العميق والواعي لما تستوجبه المرحلة من مقتضيات العمل الممنهج ولما يعترض المسيرة من تحديات. ظلت زنجبار على العهد وفية بمن أخلص لها جهده ووقته وعلمه وعمله، حتى أراد الله أن يديل الدول وأن يغير الأحداث وأن ينهي حقبة من تاريخ الوجود العماني الممتد لقرون. طبعا عند الحديث عن الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد يمكن أن نقسم حياة هذا العلم إلى ثلاث محطات، كل محطة اجتهادا تصل إلى 40 سنة. 40 سنة هي المحطة التي كان فيها بين عمان وبين زنجبار، ثم المحطة محطة 40 سنة كان معظم إقامته في زنجبار، والمحطة الأخيرة تستمر 8 سنوات أو 7 سنوات وهي فترة الرجوع بعد الانقلاب. المحطة الأولى تبدأ من المضيرب سنة 1303 حيث ولد الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد من أسرة معروفة، أسرة زعامة وأسرة علم. فوالده سليمان بن حميد معروف ومشهور، وكذلك أمه شمسة بنت صالح بن علي الحارثي ابنة أمير المنطقة أمير القابل. في البداية تتلمذ على يد الكتاتيب الموجودة في المضيرب وعلى يد أبوه على يد أبيه سليمان بن حميد، ثم بعد ذلك ذهب إلى الإمام نور الدين السالمي وتتلمذ على يديه، فأخذ العلم منه ومن الشيخ عامر بن خميس المالكي. لكنه لم يدم طويلا في المضيرب، فانتقل مع الشيخ سليمان بن حميد مع أبيه إلى زنجبار سنة 1318، ولذلك تأسف نور الدين السالمي عليه، وكان يتفرس فيه أن يكون عالما من العلماء. طبعا انتقل إلى زنجبار سنة 1318 وتتلمذ هناك على يد بعض العلماء، سعيد بن ناصر الغيثي وغيرهم من العلماء. استمر في التعليم الشيخ في زنجبار، ثم رجع إلى عمان واشترك مع خاله الشيخ عيسى بن صالح في عمان في العديد من الأحداث السياسية، وكان يساعده في ذلك. من أشهر هذه الأحداث السياسية دخلة نخل سنة 1341، كان القائد في هذه الدخلة الشيخ صالح بن أحمد بن صالح بن علي الحارثي والشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد الحارثي. 1343 وجدت في بعض التقييدات أنه كان موجود في زنجبار، إذ رحل إلى زنجبار 40 سنة المحطة الثانية، وكان له أدوار كثيرة في زنجبار، أدوار سياسية وأدوار اجتماعية وأدوار ثقافية وأدوار وغيرها من الأدوار العلمية. فتمثلت أدواره السياسية بأنه كان المتكلم عن العرب، يعني كان عمدة العرب، العرب كلهم يعرفون الشيخ عبد الله بن سليمان، كان المتحدث ما فقط للعرب، حتى في الأفارقة. ومما يذكر أن يعني انتصاره للأفارقة بأن حكومة الاحتلال أو حكومة الحماية الإنجليزية أمرت بقتل مجموعة من المواشي المصابة للأفارقة، فتكلم، لم يتكلم أحد إلا الشيخ عبد الله بن سليمان، فتكلم في هذه المسألة وطالب حكومة الحماية أن تدفع تعويضات لهؤلاء الأفارقة. كان العمانيون لما يذهبون إلى زنجبار كانوا ينصون الشيخ عبد الله بن سليمان، لأنه كان رئيس الجمعية العربية في زنجبار لمدة 15 سنة، فكان أول ما ينزلون معه فيرتب لهم الأعمال، يساعدهم فيقيمون معه وفي بيوت الجمعية.
ثم بعد ذلك يأخذهم ويكتبهم في قوائم ويصرفهم في زنجبار. هذه من الأدوار. حتى لما أعلنت أو أعلن العرب استقلالهم سنة 1964 كان من العرب الذين ذهبوا إلى لندن إلى الحكومة الإنجليزية في لندن لمراسم الاستقلال، لإعطاء مراسم الاستقلال لزنجبار، وذكره العديد من المؤرخين في هذه الناحية، الناحية السياسية، كعلي بن محسن قال كان هو المحرك الأول للرأي العربي في زنجبار، وذكره الكثير من المؤرخين كذلك بأنه كان عمدة العرب في زنجبار وكان مأوى للعرب. أما من الناحية الاقتصادية فالشيخ يعني كان متقدم على زمانه بالنسبة لمشايخ العلم في ذلك الوقت، فكان عنده رؤية اقتصادية. كان كذلك عضو في حزب الوطن الزنجباري، فرأى الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد وعلي بن محسن البرواني بأن الجمعية العربية والقومية العربية مع ظهور تجربة الأحزاب التي بثتها بريطانيا في زنجبار غير ذات جدوى بسبب قلة العرب، إذ لا يشكلون أكثر من ربع السكان في زنجبار. فرأوا تأسيس الحزب الوطني الزنجباري ليجمع القومية الزنجبارية بما فيهم من عرب وأفارقة وبانتو وقمريين وهنود وحضرميين في حزب واحد بحيث ينافسون الحزب الأفرو شيرازي، فاتفقوا على ذلك وتأسس ما يسمى بالحزب الوطني الزنجباري. وكانت هذه بعد نظر من الشيخ عبد الله بن سليمان وعلي بن محسن في المرحلة الانتقالية الجديدة. إنه العام 64 و900 ألف للميلاد. الانقلاب المشؤوم يطيح بالسلطان جمشيد بن عبد الله وحكومته. مئات الضحايا الأبرياء تزهق أرواحهم بغير ذنب. صبيحة 12 من يناير من ذلك العام يتحرك الثوار الأفارقة بدعم خفي من بعض القوى الخارجية المغرضة، فيسيطرون على المراكز الحساسة والمرافق الحيوية بالبلاد، لتبدأ بعدها أبشع عملية للإبادة الجماعية تقع على مسمع ومرأى من العالم الذي اكتفى بمجرد المتابعة والشجب على استحياء. حوالي 20,000 شخص أو يزيدون قضوا قتلى. استولى حزبا الأفرو شيرازي والأمة على السلطة بالقوة، منهيين بذلك أكثر من 200 عام من حكم العرب العمانيين لزنجبار. قام المتمردون بأعمال انتقامية يندى لها الجبين. فر المئات بأرواحهم، نهبت الثروات وأحرقت المزارع والبيوت. كانت بحق ثورة عنصرية وانقلابا دمويا غادرا. تنكر لكل ذلك التاريخ المجيد من العطاء والبذل والتضحية. استطاع الشيخ عبد الله بن سليمان الحارثي كغيره من القادة المجاهدين العمانيين المخلصين للقضية بوصفه رئيسا للجمعية العربية وممثلا للعرب عموما ومرجعا قبليا واجتماعيا معروفا في ذلك الوقت، أن يتردد على كثير من الدول العربية والإسلامية مناشدا إياها بضرورة التدخل الفوري لوقف الدم النازف، شارحا قضية العمانيين وما أصابهم من خسائر فادحة وجرائم إبادة خرقت كل الأعراف والقوانين والأنظمة وحقوق الإنسان والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية. لم تجد كل تلك الدعوات ونداءات الاستغاثة والعون للأسف الصدى الذي كان يأمله. غربت شمس زنجبار العربية وأفل نجم العمانيين فيها، لتبقى تلك المجزرة وصمة عار في جبين الدهر وذكرى مؤرقة تحدث عن الألم كلما تجدد بها العهد. كان للشيخ عبد الله بن سليمان بعض المواقف المشهودة والمعروفة في التاريخ، ولقد خلف عددا ضخما من المراسلات التي تعكس مدى العلاقة القوية التي كانت تجمعه بالشخصيات والقيادات الوطنية والحزبية وأهل العلم والمعرفة. تحتفظ اليوم مكتبة فضيلة الشيخ سالم بن حمد بن سليمان الحارثي بجانب كبير من تلك المراسلات. كتب له ابن عمه الأمير المناضل صالح بن عيسى الحارثي في واحدة من تلك الرسائل المهمة يقول: والدنا الحبيب الأمين عبد الله بن سليمان الحارثي حرسه الله وأبقاه،
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأشكره على نعمه وإحسانه. لازلتم في صحة وعافية، وبعد، ففي ظهر أمس تسلمت رسالتكم المحررة في 24 من جماد الأولى 85، وفهمت كل ما جاء فيها، وسرنا جدا أنكم في صحة وعافية والحمد لله على ذلك. وحصولكم على الرخصة المقيدة بتلك الشروط من السلطات لأهلنا تدل على أنها حصلت من عقول سلبها باريها، والغرض منها النكاية بنا. عليهم أن يعلموا جيدا بأننا لم نهن ولن نحزن ولن نذل ولن نستكين ولن نستسلم. الإيمان بالله سلاحنا، وصبر أولي العزم درعنا، والثبات على الحق شعارنا، وكتاب الله قائدنا، ونهج رسوله سبيلنا. فليعملوا ما شاءوا، والأمر لله وحده، وما كتبناه لكم حول تأخيرهم المؤقت كنا نحاذر فيه مثل هذه التصرفات وغيرها من الأمور الأخرى الداخلية التي لا يسعنا شرحها. ومع هذا وذاك نرى تأخيرهم في الوقت الحاضر ما لم يكونوا أحرارا في أمر خروجهم ودخولهم إذا ما رغبوا في العودة إلى وطنهم الذي ورثناه من آبائنا وأجدادنا. أخيرا أختم رسالتي هذه بقوله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. والله حسبنا ونعم الوكيل. ودم محروسا مشكورا على جهودك ومساعيك الخيرة، ولك أجرك عند الله، ولا عدمناك أبا برا مخلصا. أبقاك الله ونفعنا بك، ودم سالما معافا والسلام. سجل التاريخ الكثير من المواقف حقيقة، والمناقب، كثير من المناقب وكثير من المواقف الشجاعة، ولكن اختصارا وقوفا يعني ممكن نختصر ذلك بموقف أو موقفين اثنين. حقيقة كان دائما يقف موقفا صارما، موقفا حازما تجاه كل من يلجأ إليه، كل من يؤمه بطلب المساعدة أو بدون اللجوء إليه، يعني يقف موقفا صارما تجاه كل من يرى أن حقوقه الإنسانية قد انتهكت. إذا ما علمنا أن الشيخ عبد الله بن سليمان كان رئيسا للجمعية العربية منذ عام 1948 حتى يعني اليوم الذي سقطت فيه الحكومة الشرعية المنتخبة في 12 يناير 64، أي لمدة 15 سنة كان هو رئيسا للجمعية العربية. وفقا لدستور الجمعية كان من أهداف هذه الجمعية الوقوف أو تمثيل المصالح العربية في زنجبار. في أعراق كثيرة موجودة وجدوا أن نحن كعرب، نحن أقلية، نحن بحاجة بالفعل إلى جهة تمثل مصالحنا. إلا أن الثابت أنه كان يمثل ليس المصالح العربية فحسب، وإنما يمثل مختلف الطوائف، مختلف الانتماءات السياسية والعرقية والاجتماعية حقيقة. لذلك الشيخ عبد الله بن سليمان عرف بين القاصي والداني بأنه ملاذا للملهوف، وناصرا للمظلوم، وسندا لمن لا سند له. كانت الناس دائما تلجأ إليه، ولعل من أبرز الوقائع التي تشير إلى هذا المعنى واقعة النرجيل. هذه دائرة الزراعة وضعت شروطا تعجيزية صارمة بالنسبة لثمار النرجيل التي يشترونها من المزارعين. الشيخ عبد الله بن سليمان تمكن بحنكة بالغة في احتواء هذا الموقف دون أن يخسر لا الطرف العماني ولا طرف الإدارة الإنجليزية، بدهاء وبحكمة بالغة وحنكة سياسية بالغة استطاع أن يعني يلم الموقف. حقيقة بعد الإطاحة بالنظام، بعد الإطاحة بالحكومة الشرعية المنتخبة في زنجبار بتاريخ 12 يناير 64، اتجهت نية الشيخ عبد الله بن سليمان إلى الخروج من زنجبار، حاله في ذلك من حال غالبية العمانيين، ولم يسمح له طبعا باصطحاب أي من أولاده، لا زوجته ولا أولاده، وسمح له فقط
أن يأخذ معه بما قيمته 20 جنيها استرليليا فقط، ولكن في البداية كانت محطته الأولى إلى القاهرة حيث وجود ابن عمه الشيخ محمد بن حمد بن سليمان الحارثي، كان في القاهرة مكث عنده لفترة وجيزة، ثم سافر إلى السعودية برفقة الشيخ صالح بن عيسى بن صالح الحارثي إلى السعودية، والتقوا بالملك فيصل، وكان الغرض من تلك المقابلة أن يرفع ملتمس رجل يناهز عمره 80 عاما، لا يزال لا يفكر في نفسه فحسب، إنه خرج من تلك المذبحة سالما ولكن لا يزال يدافع عن قومه وعن ناسه، فلجأ إلى طبعا إلى الملك فيصل وطلب منه أن يحرك المساعي الدبلوماسية لإخراج العمانيين العالقين في زنجبار، ليس ذلك فحسب وإنما طلب منهم أيضا أن يوفر لهم فرصا للتعليم وفرص أيضا للعمل في السعودية. وأخيرا تقدر بي أن أشير إلى أن الشيخ عبد الله بن سليمان وعلى خطى والده الشيخ سليمان بن حميد كان رجل دولة حقيقة، يعني بجميع المقاييس كان رجل دولة، كان رجل شخصية عامة، شخصية يعني سياسية بامتياز. الشعر دفق القريحة المتوهجة التي عودتنا على الجريان في بيت علمنا المترجم له، منسابة عبر حقب التاريخ المتعاقبة، حيث خرجت هذه الأسرة عددا من الشعراء والأدباء الذين أسهموا في رفض الحركة الثقافية والأدبية في عمان وفي المهجر الأفريقي بنتاجهم الثري. ديوان أبي الفضل الشيخ محمد بن عيسى الحارثي مدونة أدبية مهمة تحوي جانبا من تلك الأشعار التي تعكس مدى العلاقة الحميمية التي كانت تربط بينهم. يقول الشيخ الأديب محمد بن راشد بن عزيز الخصيبي في شقائق النعمان في معرض الحديث عن هذه الأسرة وعطائها الأدبي: من الأدباء المثقفين الشيخ عبد الله بن سليمان بن حميد الحارثي، كان حافظا واعيا ذا علم ومعرفة بالسير والتاريخ، وقد قضى أكثر حياته في زنجبار وعاد إلى عمان بعد الانقلاب هناك. من شعره قوله مجيزا بيتا شعريا بعث به أحد المخلصين بزنجبار جاء فيه: فهل ظن قلبي قد سلوت عن الهوى، وهل ظن محبوبي بأني قد بنت. يقول: فلا والذي أرسى ثبيرا مكانه، لقد زاد ما بي من هوى ليس ينبت. كما أجازها المشايخ أحمد بن حمدون ومحمد بن عيسى الحارثيان والشيبة محمد بن عبد الله السالمي. ومن شعره أيضا يجيز به أبياتا لابن عمه أبي الفضل يقول: فادن منا فلكم منزلة دونها النجم أو السبع الطباق، وعيون الحي تلقاء لكم، شفها الشوق الذي ليس يطاق، قلب ذي الحب يرى أوسع من داهناء صابها غيث غداق، ولسان الحال منه قائل مرحبا أنزل على أعلى المراق، أنتم خير نزيل حل في حبة القلب وسوداء المآق، جد بوصل هو أشهى عندنا من مياه الثلج أو خمر عتاق، فتقر العين بالأوبة من وعث الأسفار إذ هاج اشتياق، لذة العيش اجتماع بالذي ود صدقا ينطفي منه الحراق. لكل بداية نهاية، ولكل فصل من فصول الحياة ختام، قد يكون ذلك الختم مسكا وأرجا خالدا يطيب أردان الدهر. كذلك كانت سيرة الشيخ الوقور عبد الله بن سليمان باختصار: شدة في الحق، وصلابة في الباس، وحرص بالغ على أداء الحقوق والواجبات. في أخريات حياته باع الطارف والتليد
في سبيل رجع ما أطاق عليه مما نكب به إخوانه العمانيون في زنجبار بيد الانقلاب الآثم. كان المترجم له أحد قادة التنوير، حافظاً فذاً وأديباً لا يبارى، فضلاً عما كان يتمتع به من سمعة طيبة على المستويين الشعبي والشخصي. في 18 من شهر شعبان المعظم سنة 91 و300 وألف للهجرة، الموافق له 9 من شهر أكتوبر لعام 71 و900 وألف، غادر الشيخ الدنيا بعد داء عضال ألم به، مخلفا سيرة حافلة وعطاء ممتدا وعملا صالحا وذكرا مستطيلا لا يبيد.